Oh, eben schon. Dann der Wortpoint. Sorry, tenne. היום הוא כאן שרל, מענף שלי משרל בעד לא עתיל ביטי. איפה פה? אבל כזה שרה למדוקו? שאני יודע. תמיד. طيب احنا هنبتدي بقى من مكان وقفنا احسن طيب احنا هنا قلنا ايه في right coronary angiography the amplets left catheter showing dissection في الاوستيوم بتاع ال right coronary extending the right coronary cusp وفي اتنين patent sense واحد في الproximal RCA وواحد في الميد RCA تمام؟ اي الفيو بس الفيو اليو ثانية الفيوهين بتوع الرايت عشان مش تعرفهم من بعض الفيوهين بتوع الرايت عشان تعرفهم من بعض طيب ده الي او عشان او بي اي كرينيال يعني الي او كرينيال او بي اي كرينيال بيبين الحتة الميد سيجمنت دي بتاعت الار سي اي والتاني اللي هو ال LAO بقى خالص ده بيبين ال retrograde filling بقى يعني يبين لك ال RCA طالع بالجنب كده و retrograde filling لل LAD طيب ايه ال view ده؟ RAO codal RAO codal showing ايه؟ showing left main وقال لي دي نورمال ما فيهمش حاجه وهيجيب لك دي وبعدين وراها دي سبايدر فيو ماشي هل هنا فين السيركمفلكس هنا هل هو توتال ولا هل هو طالع من ابنورم الاوريجن هو عمره هيجيب لك دي لوحدها هو هيجيب لك دي معاها دي عشان تقول له انه طالع من الناحيه الثانيه طيب هيجيب لك دي معاها دي وهنا مبين ان السيركمفلكس طالع من رايت كروني كاسب تمام وفي ليجن في الميد سيجمنت دي مهمة جدا ان في ليجن في الميد سيجمنت ودي هحاسبك عليها مش مجرد ان هو ابنورمال اورجن بس من رايت كروني كاسبا الار سي ال على الشمال والال سي اكس اللي هو بيغذي هنا اللاترال وول تمام وفي ليجن حوالي سب توتال وهنا هو بيحط فيه ستنت بقى بعد الستنتنج تمام طيب ده بعد الستنتنج بس هو يعني هيجيب لكم اتنين فيوز مع بعض طيب ده ايه؟ ده ايه ده ايه؟ ده بي اي كرينيال فيو صح؟ شوينج ايه؟ شوينج في كالسيفيكيشن كده في الميد ال اي دي صح؟ كالسيفيكيشن جامد وواير في ال اي دي وده الروتابليتر داخل كده هو بيخش ويطلع يخش ويطلع طالما حاجه بتخش وتطلع كده يبقى ده روتابليش تمام يفرق ايه على الاسبيريشن كاستر ان ده بص التيب بتاعه طويل ازاي الاسبيريشن كاستر بيبقى نقطه كده بس لكن ده حاجه طويله وبيخش ويطلع بيه هنشوف صوره تانية بعدين نفس الكلام برضو كالسيفيكيشن هو بيخش ويطلع كده بيعمل روتابليش تمام طيب الفيو ده هنا مبين ايه في واير صح واير ده في البوسترولاترال برانش بتاع الار سي اي وفي بيرفوريشن لان في ستيننج جامد جدا صح ده هنا دي للدكتوراه بصراحه مش الماجستير هو هنا هيدخل حاجه يقفل بيها البيرفوريشن بيدخل كويل يقفل بيه البيرفوريشن اهو دخل الكويل اهو نبص هنا دلوقتي في كويل اهو قافل البرفوريشن تمام دي الدكتوراه بس بتاع الماجستير يعني عمره ما هيجيب لك حاجه كده تمام نشوف الفيو تاني ستيننج اهو برفوريشن واضح البرفوريشن ده من الواير غالبا يعني مش من حاجه تانيه
تمام، وبعدين هيدخل زي مايكرو كاستر كده، ومن المايكرو كاستر اهي، المايكرو كاستر اهي شايفين التب بتاعها صغير قوي، هيدخل منها دلوقتي الكويل، هيقوم زقه كده، يزقه كده بالواير بحيث ان هو يوصل لاخر الحته اللي فيها البرفوريشن يقفلها خالص. ده كومبليتلي سيلد برفوريشن بكويل، وده اللي بيعملوه عاده في السي تي او لو عندهم افيلبل اكويبمنت، يعني بيقفلوا البرفوريشن بكويل. طيب الفيو ده ايه؟ سبايدر صح؟ في انيولز ده مش سبايدر صح؟ هو ده كله ورا بعضه، يعني هو بيجيب لك كذا فيو، في انيوريزم جامد قوي في الـ في الاوستيا بتاعه الليفت كورونري وبتاعه الرايت كورونري، وده غالبا اللي بيحصل مع الكواساكي. تمام، ده هنا بيك تيل انجكشن، الاورتيك روت انجكشن شوينج ايه، انيوريزم في الليفت كورونري والرايت كورونري، ده غالبا بيحصل مع الكواساكي في الفيسل، بدايه يعني بدايه الفيسل على طول. نجيبها تاني، بدايه الفيسل يعني قبل ما الفيسل يبتدي بالظبط، هيبان في الـ في الانجكشن بتاع الروت انجكشن، هيبان في البيك تيل اهو. الكاسس كلها كويسه اهي، والاورتيك فالف شغال كويس، وهنا في اتنين ايه جاينت انيوريزم. تمام، طيب احنا جالنا دي في الامتحان بصراحه بتاع الام دي بتاعنا. ايه ده؟ بس كده، بس كده، ده ايه ده؟ والله ده ايه ده؟ ده ايه ده يا جماعه؟ بصوا كده، ركزوا في الفلوروسكوبي كويس، الهارت فين؟ الهارت بيلعب كده صح؟ وفي حاجه، ده ايه ده؟ ده فيوجن صح؟ ودي حاجه داخله، واحد حاطط صوابعه اهو بيدخل بيك تيل او يعني زي كثر بيسحب بيها الايه؟ الفيوجن ده بيريكارديوسنتيسيس. تمام، ده ديورنج، ما هو لسه ما لفش بقى، هو داخل اهو من الزفويد اهو، سب زفويد منظره داخل غلط. طيب هجيب لكم بقى اللي هي الفيديو بتاعها الحقيقي بقى من اوله لاخره. معلش، الصوره جت كده بس، جت كده بس، ده من اوله لاخره هو داخل، جت كده بس، يعني هو بس دي بدايتها، هي دي بدايتها، كان بيحي ان يشوف ان هو جوه، وبعدين كده خلاص هو دخل وبيسحب. تمام، فهي يعني ايه، خادعة يعني بصراحة. ثانية واحدة اجيبها لكم الاول. المهم ان احنا نشوف، بصوا الهارت بيتحرك ازاي، شايفين الهارت نفسه فين؟ الهارت اهو، الهارت اهو بيتحرك. تمام، وفي زي فلويد كولكشن حواليه، لو اخدتوا بالكم الهارت كده فينت قوي، والفلويد كولكشن دارك، والهارت بيلعب جواه، واحنا داخلين بحاجه بنسحب بقى الفلويد ده. تمام، طيب بالنسبه للانجيوجرافي، وما فيش حاجه هتيجي يعني زياده عن كده متهيألي، مش يعني الافكار كلها موجوده، سواء بيرفوريشن، دايسكشن، ابنورمال اوريجن، بايفوركيشن، ممكن بقى يجي مثلا سي تي او في ريتروجريد فيلينج، دي سهله يعني، دي ما فيهاش حاجه. ايه الفيو نوع القسطره، لو عرفت نوع القسطره، وبعد كده لفت ولا رايت، بعد كده في واير ولا مفيش، لفت كورونري انجيوغرافي شوينج مثلا ليجن في ال LED، او شوينج دايسكشن في ال LED، شوينج بيتنت ستنت في ال LED، انستنت ريستينوزس، ديستال ايدج دايسكشن، بيرفوريشن، والفيو والحاجات بقى الموجوده، سواء واير، ستنت، اي حاجه، ديفايس، اي حاجه. طيب نيجي بعد كده للايفس. بالنسبه للايفس لازم نعرف ايه هو النورمال عشان نعرف بعد كده الابنورمال. والله النورمال بتلاقي فيه شادو كده، ده بتاع الواير اللي ماشي عليه الجهاز بتاع الايفس، والقسطره نفسها بتاعت الايفس تبقى زي دوريه كده اهي في وسط اليومن كده،
وبعد كده احنا بنقرا من بره لجوه، ما بنقراش من جوه لبره. من بره دي الادفنتيشيا، بعد كده الاكسترنال الاستيك ممبرين اللي هو ده الاكسترنال الاستيك ممبرين. ماشي اه مفيش هنا، لا ممكن تعمل بوينتر يعني اعمل لك بوينتر. ماشي تمام كده باين. اه ده الاكسترنال الاستيك ممبرين ماشي اللي هو هنا ماشي، والاسود ده الميديا اللي هي الحته الصغيره دي. وبعد كده نبتدي بقى الايه الانتما، الانتما اللي هي دي. فلما نيجي نشوف بعد كده البلاك هوريها لك، بس المهم ان احنا برضو نعرف شكل الستنت. الستنت ستراتس اهي بتبقى حاجه ايه برايت كده وطويله ولفه حوالين الايه الارتري كله، والاهم ان هي ما وراهاش شادو. الحاجه البيضه اللي وراها شادو تبقى كالسيوم، حاجه بيضة ما وراهاش شادو تبقى ستنت، بس لازم تكون طبعا حوالين كل الفيسل. تمام طيب، هو هنا مبين لك ستنت اهي، وفي حاجه جوه الستنت. اللي جوه الستنت ده ايه؟ ده بلاك كده زي النيو انتمال هايبربليزيا اللي هو بيحصل ده الميكانيزم بتاع الانسنتري ستينوسيس. تمام هنشوف بعد كده الحاجات هتبين لنا اكتر. طيب ده هنا جايب لك نورمال فيسل وهنا ديزيز فيسل، شايفين البلاك باديه من فين؟ باديه من هنا اهي، البلاك دي كلها لحد هنا، كل دي البلاك، والبلاك دي ايه كونسنتريك. تمام كونسنتريك، بنقول كونسنتريك لو اكتر من 270، مش لازم تبقى 360 يعني، لحد 270. اقل من 270 نعتبرها اكسنتريك، اكتر من 270 نعتبرها كونسنتريك. فدي كونسنتريك بلاك. تمام طيب، هنا بقى في ايه؟ في بلاك اهي واضحه جدا، انت من البلاك اهي كونسنتريك بلاك. تمام طيب، ايه اللي ورا ده هنا؟ ده هنا بره عند الادفنتيشيا. لو عند الميديا، لو لقينا عند الميديا المنظر ده يبقى ده هيماتوما. تمام ده جوه الميديا، لكن احنا هنا في الادفنتيشيا صح؟ احنا بنقرا من بره لجوه صح؟ دي بقى ايه؟ ده وهو بيعمل بول باك، ده بدايه البرانش، بدايه مثلا دياجونال برانش او او ام. الميديا الاسود اللي مش باين ده، الخط الرفيع قوي ده مش باين، هو مش باين اصلا، هو داخل على طول على الادفنتيشن. احنا بنقرا من بره لجوه، ده اهم حاجه، ما تقراش من جوه لبره. تمام يبقى من بره ايه ادفنتيشيا، وبعدين ميديا مش باينه، وبعدين كل ده البلاك. يعني ده كده بيقيس البلاك بيردن اللي هي الدوريه البرتقاني، اللي هي حته ما بين الدوريه البرتقاني والدوريه الصفراء. وهنا ده النير باي فيسل. تمام ده برانش. تمام لا بس هطور لكم لو لقيت عندي هجيبها لكم. طيب ده هنا صورتين، صوره بيقارن المالتي سلايس سي تي بالايفس. هنا المالتي سلايس سي تي ده حاجه اسمها ام بي ار فيو اللي هو مالتي بلانر ريفورماتنج. ده بيبين لك ادي هنا اللفت مين، ده اللفت مين، وده ال اي دي اهو طالع كده، وده السيركمفركس اللي نازل كده. تمام طيب، هنا في بلاك وفي بوتش كالسيوم كده، سبوتس اوف كالسيوم. تمام لما عمل ايفس الحته دي لقى في ايه؟ نبص هنا في ايه هنا؟ بلاك اهي اكسنتريك صح؟ واضحه جدا. وبعدين فيها ايه نقطه الكالسيوم دي، شايفين الحته البيضة دي وراها شادو، حته بيضة وراها شادو، الشادو الاسود ده، يبقى دي ايه كالسيوم. تمام يبقى هنا هنقول ان دي اكسنتريك بلاك اهي، مش معديه حتى ال 180. تمام وفي كالسيفيكيشن عند 11 اوكلوك، بنقول الكالسيفيكيشن فين بالظبط؟ بالساعه، عند 11 اوكلوك او يعني 10 to 11 o'clock في كالسيفيكيشن وراه اكوستيك شادوين. تمام طيب نيجي لهنا، هو عامل رايت كورونري انجيوجرافي. تمام وعامل ايفس بعد ما حط ايه؟ بعد ما حط ستنت. شايفين الستنت؟ ادي الستراتس بتاعت الستنت اهي حوالين الفيسل كلها، وزي ما انتم شايفين الستراتس كلها لازقه على الوول، يبقى دي ويل اوبوست سيلف. اللي جوه ولا اللي بره؟ ايه الستنت اهي؟
صح؟ السنت اهو اهو السنت اهو ويل اوبوست سنت على الوول اهي واضحه جدا في شويه انت ما تحتيها صح؟ يبقى دي محتاجه تبقى اكسباندد اكتر بس هي ويل اوبوست حاجه زي انها ويل اوبوست ان كل الستراتس لازقه على الوول اهي مفيش مشكله هبين لك بعد كده هوريك بعد كده اللي هي المال اوبوست بتبقى شكلها عامل ازاي بس دي اهي ويل اوبوست يعني كلهم لازقين على الوول في شويه انت ما تحتيها كده اهي تلاقي اهي تحتيها محتاجه تتنفخ شويه وغالبا دي اندر سايز سنت محتاجه تتنفخ شويه مثلا ببالون اكبر شويه او نون كومبلاينت بالون اكبر شويه تمام طيب نيجي بعد كده برضو صوره سي تي او صوره انجيوغرافي ما اعرفش هو هنا عامل يعني نيجاتيف سبتراكشن انجيوغرافي ولا دي سي تي بس المهم ان هنا في بلاك اهي باين ان هي اكسنتريك تمام وهنا بالايبس برضو باين ان هي ايه اكسنتريك بلاك تمام طيب لما تبقى الكلاك نفسها سودا شويه كده يبقى دي فاتي شويه والابيض ده مش ابيض قوي زي الكالسيوم يبقى فايبرس تمام يبقى ده فايبرو فاتي بلاك واكسنتريك مش لازم فايبرو فاتي هو يعني لازم يعني احسن ان هو يجيب فيرشوال ديستولوجي بس احنا هنا نقول اكسنتريك بلاك خلاص فايبرس بلاك يبقى ليفت كونتينيو تمام طيب لا لا انت لو قلت ان ده اجنس طيب ده دلوقتي باين لك حته ليه حته هيزي كده في الانجيوغرافي واضحه جدا تمام وهنا في ايه بقى ادي الانت ما هي في دايسكشن واضح جدا فلاك اهو واضح جدا تمام فلاك عند الساعه 9 10 تمام ده انت ما الدايسكشن تمام وساعات السمول انتمال دايسكشن ده ما بيتعملوش حاجه على فكره بتساب خالص طالما مش اكستندنج جامد ان في هيزي ليجن في هتقولي ايه وبي ايه في شوينج هيزي ليجن وبي شوينج الايفس شوينج دايسكشن عند فلاب اوف دايسكشن انتمال دايسكشن عند 10 o'clock ما انت هتقولي طبعا في ده كل ده بلاك كل ده كونسنتريك بلاك ده كونسنتريك بلاك وفي هنا ايه انت من الدايسكشن هو زي سي تي دكتور نعم زي سي تي ده لا ده نيجاتيف سبتراكشن انجيوغرافي غالبا مش سي تي ده لا ده مش منظر سي تي لا مش مهم ان كورونري خلاص لا انت مش هتحددي مني ازاي مستحيل طيب هنا مبين لك يعني اهميه الايفس ان انت شايف دلوقتي الانجيوجرافي اهو ده ال اي دي اهو نورمال صح لما جم عملوا له ايفس لقوا ان في ايه لقوا ان في اكسنتريك بلاك اهي يعني داخل على كونسنتريك بلاك واضحه جدا ما كانتش باينه خالص وفيها كالسيفيكيشن وفيها لا ما فيهاش كالسيفيكيشن ما فيش اي شادو ما فيش فين الشادو ما فيش شادو على اليمين بالميديا بالميديا الميديا ده مش شادو الشادو بيبقى ورق كل ده اسود الشادو بيبقى كل ده اسود مفيش اي كالسيوم خالص تمام طيب. نيجي بعد كده يعني الفيو ده في ستنت اهي هتيجي دلوقتي لازم يبينه لك من الاول الحته اللي في الاول اللي هو هنا بعد وهو بيعمل بول باك احنا عايزين نقف عند حته معينه اللي هي دي اللي هي فيها الستراتس بتاعت الستنت ايه هو دي مش الستراتس بتاعت الستنت ايه واضحه على الول كله هنجيبها تاني مش شغاله ثانيه نرجع ونجيبها تاني طيب لا عايز قبليها عايز اقف في حته معينه بس اوريكم الستراتس هي بصراحه مش باينه قوي يعني بس هي يعني في ستاند ستراتس فوق كده باينه هنا مال اوبوز يعني مش جاي بوينت اللي لا هي ولا اوبوز ده ولا حاجه هي ولا اوبوز بس ستاند ايه
لكن هنا هو بيعمل بول باك وطلع في القسطره نفسها. طبعا مفيش حاجه يبقى طلع في القسطره نفسها. هنا في ستراتس اهي بتاع السن بس, وبعدين بيعمل بول باك وخلاص. مش مهم نوع الايفس ولا اي حاجه, المهم ان انت تبين فيه, تقول ان فيه ستنت والاوبوست. طيب ده هنا حاجه اسمها كروما فلو. الكروما فلو ده يعني زي الايكو كده, يبين البلاد فلو في الارتري. فهو هنا سيبكم من على اليمين, ده فيرتشوال هيستولوجي مش مهم. ده عايز بس ابين هنا ان في فلو تحت الستنت. في فلو تحت الستنت دي, يبقى الستنت دي اندر اكسباندد, مش داخله على الوول كله. ودي بعد ما نفخ. بص الفرق, يعني هنا كان في فلو تحت الستنت اهو, بعد كده بعد ما نفخ الستنت اكتر اختفى بقى الفلو ده, وبقت وال اوبوزد على الوول والفلو جواها بس. طب ايه الدوريه دي؟ قلنا ايه الدوريه دي؟ دي القسطره نفسها. ماشي, عشان ما حدش بس يتلخبط. ايه ايفس طبعا, ده ايفس كروما فلو شوينج ايه, شوينج اندر اكسباندد ستنت, وبعد الاكسبانشن بقى كل الفلو انسايد الايه الستنت. ايه نفس المعنى يعني اندر ديبلويد غير مال اوبوزد. هو الاندر ديبلويد بتبقى عاده مال اوبوزد, الا لو انت بقى يعني خلاص اوبوزد جامد قوي, عايز بس تنفخها سنه زياده. دي مال اوبوزد واندر اكسباند الاثنين. طيب ده هنا بصوا بقى الكالسيوم عامل ازاي. بصوا الكالسيوم دي, الارك بتاعت الكالسيوم دي كلها, بص وراها اسود خالص يعني قارنها بفوق. بص فوق اهو في الادفنتيشا باين, لكن هنا بص يا عصام اسود خالص, مفيش اي حاجه باينه تحتيه. تمام, جايب لك على اليمين بقى ده الفيرتشوال ايه استولوجي. فيرتشوال استولوجي هيبين لك هنا ايه, الاخضر ده ايه والاحمر ده ايه والابيض ده ايه. والله قال لك الاخضر ده فايبرس, فايبرس بلاك, والاحمر نيكروتيك. تمام, والابيض ده كالسيوم, والاصفر ده ليبيد. تمام, فهنا ده يعني ايه فايبرو كالسيفيك تقريبا. ماشي, فايبرو كالسيفيك عشان الاخضر, الاخضر فايبروتيك, الاصفر ليبيد, اخضر نيكروتيك, ابيض كالسيوم, الاحمر نيكروتيك. فهنا مبين لك الكومبوزيشن بتاع البلاك, وده بنعرف فيه بقى الثين كاب فايبروستروما والرابتشر بلاك واللي هي الانستيبل بلاك الفارنبل بلاك. طيب بس بيبان اكتر طبعا بالاو سي تي الحاجات دي. طيب نخش بقى على حاجه الايفس والاو سي تي مع بعض. طيب الاو سي تي مش لازم يجي الوان, عشان بس ايه يعني ممكن او سي تي يجي ابيض واسود, بس فكره الاو سي تي ان هو مينلي بيجيب لك الانتما, دي اكتر حاجه بتبان, ما بيبانش بعد كده الميديا والادفنتيش, بيبان مينلي الانتما زي ما واضح هنا. طيب هنا في ايه بقى؟ هنا واضحه جدا ان في ايه سلاب اوف دايسكشن. تمام, مش باينه هنا بالايفس, مش باينه قوي هنا بالايفس, هو بيقارنهم ببعض يعني. هنا مش باين الفلاب قوي, بانت هنا بالاو سي تي. طيب تحت حد واخد باله ان في ستنت ولا ما حدش واخد باله؟ يعني هنا في الايفس باين قوي, هنا في الايفس باين ان في ستنت صح. هنا باين. طيب ورا كل, هنا بقى ورا كل سترات في إيه؟ ورا كل الانتما هنا في ايه سترات كده, والستراتس وراها شادو. تمام, السترتس وراها شادو, ودي ستنت عاديه مش باي ابزوربر. هوريكم شكل الباي ابزوربر. الباي ابزوربر بتبقى زي الستراتس, تبقى زي مكعبات كده, مش بتبقى رفيعه كده. يبقى دي ستنت عاديه, وجواها ايه بقى؟ جواها انتمال هايبربليزيا كونسنتريك صح. ده بلاك جوه الستنت. في كونسنتريك نيو انتمال هايبربليزيا. تمام, مش باين هنا قوي بالايفس يعني, هنا الستراتس اهي باينه, مش باين بالايفس قوي, ممكن يكون الحته دي بس باينه كده يعني حاجه بسيطه, لكن هنا واضحه جدا. تمام, طيب نيجي اللي بعد كده. طيب ده هنا او سي تي باين ايه, في زي ماس كده وراه شادو. الماس ده ايه؟ ده مش كالسيوم صح, ده ثرومبس. الكالسيوم بيبقى ابيض, لكن ده ايه؟ ثرومبس. الثرومبس عادة بيبقى الريد ثرومبس ده هو اللي بيبقى وراه شادو, مش مهم ريد ولا وايت, بس المهم ان هو ثرومبس وراه شادو.
في الـ OCT. هنا برضو باين ثرومباي اهي اتنين كده ثرومباي صح، وزي في هنا يعني رابشر كده بلاك رابشر يعني زي ايه ألسر كده تمام، يعني هنا في ألسر او بلاك رابشر وفي هنا اتنين ثرومباي. نقول دايسكشن او بلاك مش باين فلاب قوي، هو زي ألسر كده هنقول زي بلاك كراب ما فيش. الدايسكشن اهو الدايسكشن اهو لفوق ده بنقول عليه بعد كده ألسر او بلاك كراب. طيب ده هنا اللي قلت لكم عليها اللي هي الباي ابزوربر سنس، بيبقى شكلها زي مكعبات كده واضحه جدا. حد عنده مشكله فيها؟ مكعبات واضحه جدا يعني. دي الباي ابزوربر فاسكولار سكافولد. طيب هنا في ايه الاسهم دي؟ في تو ثرومبس ده كده ايه ثرومباي صح، ثرومباي واضحه جدا تمام، وهنا برضو ثرومبس هنا دي ثرومباي هنا في الايه انستنت ايه ثرومبوس تمام. مش مهم الصورة اللي بالعرض دي. طيب نيجي هنا بقى دلوقتي ده مركب ستنت صح، والستنت دي ايه ده ايه ده اصلا ده ايه ده ده الايه ده ده القسطرة بتاعت الاو سي تي صح، وده اليومن صح، وده الانتما كل دي الانتما صح، هو مبيبانش غير الانتما بيبانش الادفنتيش هنا. طيب وهنا دي ستنت عادية مش بي بي اس، دي ستنت عادية. وبصوا الستراتس مش لازق على الول ازاي، دي ايه مالو بوز، بصوا الحته دي كلها بصوا كل الستراتس دي بره خالص مش لازق على الول، يبقى دي مالو بوز ايه ستنت تمام. ده الاثر على الساعه بتاعه الاوستي ده دي ده ايه ده الشادوز اللي ورا الستراتس، كل دي شادوز اللي هي ورا الستراتس بتاعه الستنت. نيجي لهنا. طيب هنا عندنا هنا ايه ويل اوبوست صح، ويل اوبوست وهنا ويل اوبوست صح. طب هنا بقى ايه، هنا ويل اوبوست بس ايه بس اندر ديبلويد ليه، لان مش مبينه دوريه، يعني هنا ويل اوبوست بس محتاجه تبقى ديبلويد احسن شويه تمام، يبقى دي اندر اكسباندد ويل اوبوست اندر اكسباندد سنت تمام، عشان ما فيش دوريه مش دوريه، بص كانها يعني معرجه ما اتنفختش الاخر، محتاجه تبقى اكسباندد اكتر. طب هنا في ايه بقى، هنا واضحه مال بوست ستنت ودي ستنت عاديه مش مش باي ابزورب تمام. طيب اللي بعده، طيب اول حاجه هنا ده ايه بقى، دايسكشن اهو زي رابشر بلاك بارت ألسر كده. طيب والألسر دي فيها ايه، فيها ثرومبس فيها ثرومباي هي واضحة، وفيه ثرومبس هنا تمام. هو فلاب اوف دايسكشن اهو ده ده الفلاب اهو، يا اما رابشر بلاك سايد برانش، سايد برانش مش سايد برانش مش هيجي كده، سايد برانش هيبقى دورية مش هيبقى وعاده سايد برانش ما بيبانش قوي في الـ في الاو سي تي، يعني مش زي الايفس، الايفس بيبان فعلا جوه كده واضح، لكن في الاو سي ما بيبانش. طيب دي حاجه يعني ما اعرفش ممكن يجيبوها في الدكتوراه ولا ايه، بس دي حاجه اسمها 3 دي او سي تي. 3 دي او سي تي ده بيبين لك كانك جوه الفيسل حاجه 3 دايمنشنال وماشي اهو، بصوا اللي هي بالعرض دي كات في الفيسل ودي الستنت، الحته الحمراء دي اللي هي ايه مال اوبوز، الحته المال اوبوز بتاعت الستنت شايفينها، هي الحته الحمراء دي دي الحته المال اوبوز، شايفين حتى كل دول لازقين على الوول، احنا لسه وصلنا لها اهي، هتجي لها ايه تاني، ايوه هنا ما مش هجيب لك هنا وانت شايفها هنا، عايز بقى تفريز هنا هجيبها لك، نجيبها من الاول ونفريز. شيل بوينت 3 دي او سي تي انا بس عايز اشيل ال pointer انا عايز اوقف بس في حته معينه ال
اللي هي عند الحته المال اوبوز شكلها بالاو سي تي هنا او سي تي على اليمين ها اه تنسوش ها ايوه بص بص شايف وبعد كده مسكت عادي على الوول تمام واضحه لا مش لازم طيب نعيدها تاني اوريها لكم هو بيديتكت ان هي مال اوبوز فبيعمل اللون الاحمر ده اهي بص بتعتمد على شكل الاو سي تي هنا اهو ده ايه ده اهي يا جماعه مال اوبوز واضحه مال اوبوز واضحه جدا اهي اليمين اهي يا جماعه على اليمين على اليمين فوق اهي واضحه جدا ان هي مال اوبوز وبعد كده نمشي شويه هتلاقيها بقت وال اوبوز اهي شفتوا بقت وال اوبوز هنا يبقى هي محتاجه تتنفخ فين في الحته دي اللي هي الحمراء تمام انا بس اشرب ولا لا من شكل او سي تي نفسه الشكل على اليمين الشكل على اليمين بس كده اللي تحت هي باينه بصراحه تحت باينه طبعا بس ممكن اجيب لكش اللي تحت انا ما بقولكش ان هجيب لك الحته اللي في النص دي فين لا ما فيش حاجه ده عشان ماشي بسرعة بس هو مين لي هيجيب لك يعني مش لازم يجيب لك 3D OCT انا جبت دي عشان ابين شكل OCT بس يعني هو ممكن يجيب OCT بيرجع لورا مش منظر مش صورة انا عايز اجيب لكم فيديو فانا جبته بدي بس يعني انا ممكن يجيب لكم دي كده لحد هنا ويقف مثلا خلاص كده الحتة اللي عنيين دي بس طيب نيجي بقى FFR هو احنا عندنا IFR في الدمرداش ولكن يعني انا ما عنديش صور ليه بس هو cut off point بتاعته 0.89 تمام اقل من 0.89 يبقى significant اكتر من 0.93 هو اللي يعتبر non significant في gray zone زي gray zone بتاعت ال FFR العادي اللي هي من 0.89 ل 0.93 اقل من كده significant اكتر من كده non significant ال FFR 0.8 هنعتبر 0.8 مش 0.75 لان كل الترايلز معمولة على 0.8 فاقل من 0.8 هنعتبره significant تمام هو هنا عشان ما يلخبطش الدنيا هو جايب لك صورتين صورة لليفت مين انت شايف ان هو significant يعني بالمنظر قدامك كده لا سوري بالمنظر قدامك هنا فوق هاي البوينتر مش شغال ليزر بوينتر بس هنا ده شكل الليفت مين ما فيهوش حاجه صح يعني انت لو شفته كده هتقول ايه يعني ما فيهوش اي حاجه صح لما هو عمل FFR لان هو 0.69 يبقى significant صح انت هنا شايف الليفت مين ده significant صح ديس الليفت مين ده شكله significant بالانجيوغرافي ولكن بالFFR طالع نورمال يبقى العيان ده واخد ادوزين كويس انا اتاكدت المهم العيان ده كان ممكن انت تبعته جراحة وهو مش محتاج جراحة صح؟ يبقى انت كده منعت ان واحد يعمل جراحة مش محتاجها في ثلاثة أرقام ايه؟ الاحمر والاحمر والاحمر ده الاورطة والاخضر ده البريشر اللي هو بيقيسه ديستال فبيقارن ما بينهم مفيش اصفر الاصفر ركز على FFR مكتوب عليه FFR تحتيه هو ده الرقم 0.83 و0.69 اقل من 0.8 يبقى significant اكتر من 0.8 نصيح هاريها لك هنا الIFR هيجي كلمه FFR دي مكتوب عليها IFR هيجي مكتوب عليها IFR عشان ما يلخبط انت تعرف منين بنفس الالوان نفس الشكل بالظبط فهو هنا بنعمل ايه بنعمل بول باك هو دلوقتي في ليجن في الديس ال اي دي اهو في ليجن هنا في الديس ال اي دي اللي مشاور عليه بالسقف هو بيعمل له FFR تمام فبيخش تحت خالص بالواير وبعدين بيعمل حاجه اسمها بول باك لما يعمل بول باك هو هنا significant 0.74 اهو وبعد كده لما عمل بقى pull back ابتدت البريشرز تبقى قد بعض خلاص بقت مش significant كل ده مش significant يبقى عرفنا ان المنطقه دي بس هي اللي significant دي بنعملها لو مثلا في كذا ليجن ورا بعض او حاجه عايزين نعرف احنا هنقف في السنت فين يعني هل ده فعلا يستاهل ان احنا نغطيه بالسنت ولا لا ده بنعمل pull back نعم هنكومنت ازاي FFR showing A, showing a significant lesion في الـ distal LED 0.74 وعند الـ proc zone ما فيش أي significant صار
طيب ده هنا في الريستنج والماكسيم هايبريميا بعد الادينوزين. الماكسيم هايبريميا هي اللي بنقيس عليها طالعه 0.58 تمام. فهي نفس الكلام برضه هنقول ان ده سيجنيفيكانت ليش. طيب احنا دلوقتي بقى ايه يعني هما ما كانوش عاملين حاجه للستراكشرال بس انا جبت لكم كده يعني حوالي 5 6 سلايدز كده على ليفت اتر ابندج كلوجر والتافر والمايترا كليب. هنبص الاول على المايترا كليب ده شكل الكليب الحقيقي تمام. بنشوف بقى يعني ده منظره وهو بيعمل زي دبل اورفيس مايتر فالف. يعني ايه دبل اورفيس مايتر فالف؟ يعني بيعمل زي سوتشرنج كده الكوميشرز مع بعض بحيث ان هو يقلل مايتر ريجرشن يعني يقلل الافكتيف اورفيس اريا اللي هي الافكتيف ريجرشن اورفيس اريا تمام. وده الشكل بعد ما عمل بعد ما حط الكليب. بص المايتر ريجرشن كان هنا عامل ازاي وبعد ما حط الكليب قل قوي تمام. طيب هنا ده الشكل البوزيشننج بتاع الكليب بيبقى تي اي جايدد. ده التي اي اهو وده عامل ترانسبتال بانكشر وداخل على الميترال فالف. عمل كليبينج هو حط كليب وسابه اهو وبعدين حط كليب تاني. ممكن تحط اتنين او تلاتة حسب ما هو محتاج. فهو دلوقتي هو حط اتنين كليبس تي اي جايدد. يبقى هنا هنقول ايه تي اي جايدد ميترال كليب وهنقول ان في كثر ماشي عامله ترانسبتال بانكشر ومدخله الكليب وعملت له ايه كلوجر هنا ومدخله كليب تاني وبعد كده عملت له كلوجر. ده المنظر هنا نفس المنظر وده شكلهم بعد ما تركبه. يعني هو ممكن يجيب لك الصوره كده بس ده ايه ده بس يعني هو ممكن يجيب الصوره دي كده تمام. طيب نيجي بعد كده Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make, ready to Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make, ready to اللي تحت ده غالبا هل هو كان هيعمل ابليشن لحاجه بعديها او حاجه. ده شكله حاجه ابليشن كاستر صح. هل هو كان هيعمل حاجه ابليشن ما عنديش فكره. فلاتر مثلا ممكن كان عنده فلاتر وبيعمل ابليشن الفلاتر مع لفت ايتر ابندج كلوجر تمام. بس المهم ان هو عامل فالف ريبليسمنت وان هو مركب دي دلوقتي يركب بوتشمان ديفايس ready to make ready to make come touch me like I'm an ordinary man have a look in my eyes underneath my skin there is a violence it's got a gun in its hands ready to make ready to come touch me like I'm an ordinary man have a look in my eyes underneath my skin there is a violence got a gun in its hands ready to make ready to come touch me like I'm an ordinary man have a look in my eyes underneath my skin there is a violence it's got a gun in its hands ready to make ready to come touch me like I'm an ordinary man have a look in my eyes underneath my skin there is طيب ده دلوقتي اللي شكل الستنت الصغيره ده اللي هو الادورد سيكن ماشي. اهم حاجه بقى في التافي نعلق على كذا حاجه.
دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ اورتك روت انجكشن، صح؟ طيب نعلق على ثلاث حاجات. نوع الفالف، نوع الفالف ده ايه؟ الاورتك ريجرجيتيشن قد ايه؟ والكورونريز، والكورونريز عامله ايه؟ ما تنسوش الكورونريز عشان دي اهم حاجه بالذات في الادوردز، عشان لازم تبقى المسافه اكتر من 10 ملي ما بينها وما بين الاوستيوم، ما بين الكاسب والاوستيوم. فهنا نورمال ايه؟ كورونريز ما تاثرتش بالفالف. وال فانكشنينج ادوردز سيبيان جريد 1 اورتيك ريجرجيتيشن، لانه بيحصل رابيد كليرنس، مش مش باللي بيخش في الـ في الانجيوجرافي هنا في القسطره، مش بال مش بالحاجات يعني مش بالكم اللي بيخش، هو ازاي بيبقى بيخش ورابيد كليرد. طالما رابيد كليرد يبقى ده جريد 1، ابتدى يبقى سلو شويه يبقى 2، ابتدى يبقى يعمل اوباسيفيكيشن قد الاورطه يبقى ده جريد 3، اوباسيفيكيشن اكتر من الاورطه ويبقى سلولي كلير يبقى ده جريد 4، فده كده جريد 1 على طول. بص بيان لو يتشال على طول كليرد على طول. نورمال كورونريز يبقى هنا عشان الكومنت هنقول ايه؟ هنقول في بيك تيل عامله اورتك انجكشن شوينج ويل فانكشنينج ادورد سيبيان فالف وذ مايلد اورتك ريجرجيتيشن جريد 1 ونورمال كورونريز وذ نو افكشن اوف الاوستيوم بتاع اللفت مين بالذات. تمام؟ طيب البيشنت ده حاطط ايه ده؟ ترانزينت واير. حاطط ليه ترانزينت واير؟ الترانزينت واير ده فور رابيد بيسنج. ليه بنعمل رابيد بيسنج اصلا؟ وده بنعمله في الاثنين ولا بنعمل في واحد بس منهم؟ احنا بنعمله في السيبيان عشان هو بالون اكسباندبل. فلما بتيجي تقفل بالبالون انت مش عايز، يعني لما تيجي تفتح البالون عشان تديبلوي الفالف انت مش عايز ال في كونتراكشن جامد يزق لك الفالف في الاورطه، فانت بتعمل رابيد بيسنج بحيث ان انت كانك بتشل الهارت وقت الانفليشن ده، بحيث ان تبقى ويل ديبلويد على الوول بتاع الفالف وما تتحركش ما يحصلهاش امبولايزيشن. في الـ في الادوردز في الادوردز الكومنت اورتك انجكشن باي بيك تيل. بيك تيل بصوا دي بيك تيل اهي لفه كده يبقى بيك تيل ماشي شوينج ويل فانكشنينج ادوردز سيبيان اورتك فالف، وده was done during a TAVI أو TAVR showing grade 1 aortic regurgitation و normal coronaries. وفي transient wire was يعني introduced for rapid pacing، بس دلوقتي مش بتعمل rapid pacing لأن خلاص هو ال valve deployed. طيب ده منظر الفالف هو بيبقى deployed، لازم تعمل rapid pacing جامد جدا وبعد كده تعمل deployment للفالف. بس بعد تعمل ديبلويمنت بتقلل بقى، يبتدي ايه الهارت يشتغل عادي وتقلل الرابيد بيسنج. تمام؟ يبقى ده رابيد بيسنج during inflation of او implantation للادوارد سيبيان فالف. تمام؟ طيب دي ما عنديش بقى فيديو ليها، بس دي هو بيحن ايه؟ بيحن الكورونريز، لقى ان الكوروني اوستيوم مقفول خالص، قفلته السيبيان فالف دي قفلته، قفلت الكروني اوستيوم. وده بقى اكيد بقى بوست مورتم، يعني مبين ان الفالف نفسها قافله هو الاوستيوم، يعني ده الاوستيوم وهي قافله الاوستيوم خالص، ما عرفوش يدخلوا له بقى. وعاده لو كده بيخشوا بواير ويحطوا ستنت بقى او يعني بي سي اي لللفت مين ده عند الاوستيوم وخلاص والدنيا بتمشي كويس، بس غالبا ده ما تلحقش. طيب نيجي بعد كده. طيب نبتدي من الاول، هنقول ايه؟ aortic root injection ماشي او aortic injection showing ايه؟ showing core valve in place صح؟ وفي mild aortic regurgitation برضو، normal coronaries صح؟ ومركب ايه؟ DDD ماشي؟ بس في حاجة في كالسيوم زي normal coronary ostia، بس عايز تتاكد ان هو مش قافل الاوستيوم بتاع الايه الكورونيس. الصمام مش مفتوح كويس، ار سي باين من ورا اهو، هتشوفه في الانجكشن اهو باين من ورا اهو، في حته في الصمام مش مفتوحه كويس، حته في الصمام مش مفتوحه كويس عشان الكالسيفيكيشن جامد قوي في الحته دي. لو لاحظت في بوتش كالسيوم كده بيضة ورا الحته دي اهي، في الحته دي هنا اهي شايفينها البيضة دي، ده كالسيوم جامد قوي
ودي لو ما اتنفختش كويس هي دلوقتي منفوخه مفيش بارا فالف ريجستريشن، بس عاده لو في بارا فالف ريجستريشن لازم تخش البالونه وتنفخها عشان ما يبقاش في بارا فالف. اي ديجري اوف بارا فالفلر لازم تصلح. تمام. انت اكسبتد لحد مايلد اورتيك ريجستريشن في الترانس فالف، اكتر من كده يبقى في مشكله في الفالف نفسها. اه تحط فالف تانيه، اما ساعات بيبقى وانت حاطط الواير اللي هو في ال في بتبقى عامل زي ريستريكشن للموشن بتاع الفالف، لما تشيل الواير وتخلي الفالف يتحرك بتلاقي الريجستريشن قل. ايه كورفا؟ كورفا ايه غرزة؟ في حاجه فوق كده ما اعرفش دي، انا عن نفسي لابوس. هي في ميلوس يعني دي ما اعرفهاش دي فعلا، ما مش عارف دي ايه الصراحه. في حاجه مش بياخد غرزه نوع الفالف كورفا. كورفا تمام. هو دي اخر سلايد، انا بس كنت عايز اوريكم منظر اللي هي الامبوليك بروتكشن ديفايسز بتاعت التافي عشان فور بريفنشن اوف ستروك. ده اول واحد، ده اسمه ايه؟ ده اسمه كلاريت. كلاريت ماشي. ده فيه اتنين فلترز، واحد بيقفل الكومن كاروتيد وواحد بيقفل ايه السبكليفين. تمام. النومينات سوري، النومينات والكومن كاروتيد. السبكليفين مش مشكله، الاهم ليا النومينات والكومن كاروتيد. تمام. دي الكلاريت ديفايس اتعمل عليها ترايل اسمها سنتينل ترايل، ولقوا ان هي فعلا بتمنع ستروكس كتير، ولكن الستروكس دي كانت مينلي يعني بالام ار اي كانت سايلنت ستروكس. تاني ديفايس اللي يهمني اللي هو ده اللي هو اسمه تراي جارد. تراي جارد ده بيعمل ديفليكشن للامبولاي، مش بيترابت، هو بيعمل لها ديفليكشن لتحت بحيث انها ما تطلعش فوق. وده ميزته ان هو بيقفل بقى كل البرانشز، يعني بيقفل النومينات والكومن كاروتيد والسبليك ثلاثه، قافلهم زي امبريلا كده قافلهم بحيث اي امبولاي تطلع تقوم ديفليكتد لتحت بدل ما يجي له ستروك. تحت بقى مايكرو امبولاي مش مهم، مش هتاثر على حاجه، بس هتاثر على البرين لو طلعت. بس كده. في حد عنده اي اسئله؟ ايه اسمه كلاريت، والتاني اسمه تراي جارد. في كذا بروتكشن ديفايس يعني، بس هما دول الاشهر اتنين يعني. في حد عنده اي اسئله؟ ماشي. شكرا. تسجيل بقى بيتقفل منين؟ مش ظاهر عندي تسجيل. ها؟ ها؟ هو ده. كنت عامل ريكورد عايز. ما نسجلش كل ده بعد كل ده؟ شوف التاني. ايوه؟ اه ستوب.